الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا مقطع جديد وهو بعنوان الأرقام، أي تاريخ الأرقام. فكيف كان العالم بدون أرقام، بدون الأرقام التي نعرفها؟ الأرقام هي وسيلة تعبير كمي عن مقدار الأشياء. الأرقام المستخدمة في الغرب تسمى الأرقام العربية، والأرقام المستخدمة في العالم العربي تسمى الأرقام الهندية. فما أصلها وكيف وصلت إلى ما هي عليه اليوم؟ تذكر مصادر التاريخية أن شخص هندي اسمه كونكا وفد على المنصور وأهداه كتابا في الرياضيات، سمته المصادر العربية، أي سمت هذا الكتاب باسم السندهند، وفي الأصول الهندية هذا الكتاب اسمه سيدهارتا، وهو من تأليف عالم هندي اسمه براهما جوبتا سنة 620 ميلادي. واستخدم فيه براهما جوبتا استخدم فيه الأرقام العشرة التسعة مضافا إليها الصفر. وكان المنصور الذي كان فقيها ويسافر في طلب العلم قبل تولي الخلافة، وكمعظم الحكام يميل إلى الفلك لمعرفة المستقبل، فطلب من الفيزاري وهو أحد أفراد حاشيته، طلب منه ترجمة الكتاب الهندي. الفيزاري وهو من قبيلة فزارة العربية لم يكن مترجما، إنما كان فلكيا، والكتاب احتوى على كنز من العلوم الجديدة تماما على العرب، واحتوى كذلك على الأرقام الهندية المبنية على التسعة أرقام مضافا إليه الصفر كما أسلفنا. والأرقام الواردة في الكتاب حصيلة تطور استغرق قرون طويلة، وكانت الهند قد شهدت نهضة علمية واسعة في القرن السادس الميلادي، قبل ذلك يعني بنحو قرنين من زمن المنصور. هذا التقدم المبكر بالعلوم فرض وجود نظام أرقام مرن يخدم هذه العلوم وتقدمها وتطورها. فكانت الأرقام الإبراهيمية مرحلة مبكرة، ثم تطورت في عهد مملكة جوبتا التي حكمت وسط وشمال الهند، ثم ظهرت الأرقام المسمى الأرقام النجرية أو النجرية نسبة إلى كلمة نجر، وهي كلمة تعني مدينة باللغة الهندية القديمة. لا نعلم إذا ما استطاع الفزاري من الاستفادة من الكتاب في قراءة الطالع، أو إذا ما أحدث الكتاب أي تحول في الحياة العلمية السائدة في عاصمة الخلافة في ذلك الزمن، ولكن سرعان ما ظهر العلماء الجادون. فالخوارزمي والكندي وأبناء موسى بن شاكر وغيرهم الذين ظهروا بعد ذلك بعقود قليلة، ظهروا واستفادوا من هذه الثروة العلمية التي أحضرها ذلك الشخص المسمى كوكا الهندي الذي زار المنصور. فألف الخوارزمي كتاب سماه حول الحساب بالأرقام الهندية سنة 825، وألف الكندي كتاب آخر من أربعة أجزاء، اسم هذا الكتاب كتاب في استخدام الأرقام الهندية، وذلك في 830 ميلادي، أي بعد ذلك بخمس سنوات. هل كان العرب مجرد نقلة ينقلون يعني يتعلمون من أمم وينقلونها إلى أمم أخرى؟ قطعا لا. فالخوارزمي والكندي بداية شذبوا الأرقام الهندية ووضعوا منها سلسلتين استخدمت، واحدة في المشرق والثانية في المغرب والأندلس، وانتقلت منها إلى أوروبا، وهي التي تعرف الآن بالأرقام العربية. العرب أضافوا الخانة العشرية، وظهر بعد الخوارزمي والكندي ظهر أبو الحسن الأقليدسي الذي عاش في دمشق وبغداد في القرن العاشر، وألف كتاب تضمن شرح العمليات الحسابية والكسر العشري، عندما يكون عمليات حسابية الضرب والكسر والجمع والطرح. هذه الأمور كانت لم تكن بديهية كما تبدو الآن في زماننا، كانت في ذلك الوقت اكتشافات. وكذلك الكسر العشري، فهذه إضافة عربية مؤكدة. تسربت الأرقام العربية أو الهندية أو العربية الهندية إلى أوروبا بشكل فاعل في القرن الثالث عشر،
بعد أن وصلت المغرب العربي والأندلس، ثم وصلت إلى أوروبا. طبعا وصلت لأوروبا عن طريق الأندلس وعن طريق بلاد الشام أثناء الحروب الإسلامية. فالعرب ليسوا مجرد نقلة، فلهم فضل تجريب هذه الأرقام كما قلنا، ويعزى إليهم إضافة الصفر حسب بعض الروايات، وباشروا بتطويع هذه الأرقام للعمليات الحسابية مثل كسر العشر وغيرها كما قلنا، وعلموها للعالم. قبل ذلك كانت أوروبا تعتمد على الأرقام الرومانية التي لا تصلح للعمليات الحسابية على الإطلاق، وما كانت لتواكب التطور في فروع العلوم المختلفة التي ظهرت في عصر النهضة الأوروبية في القرن السادس عشر. ولولا الصفر الذي أضافه العرب لما تم اختراع الأنظمة الرقمية التي تعرفها الآن في الحواسيب وغيرها. انتهى هذا المقطع، شكرا لكم، يعطيكم العافية.